بس سريعا كده، الشباب جايبين لنا ان السكر بقى ب 30 جنيه. ما شاء الله ما شاء الله. يا جماعة يعني اصل الحاجات دي بتاخدني لمساحات من التفكير، يعني قد تكون مش بتيجي الكثير من الناس. انا لما ببص الخبر زي كده بفتكر مواقف، يمكن تكون مواقف شخصية، بس هي مش مواقف شخصية، هي مواقف مرتبطة بالوجدان المصري. يعني مثلا بفتكر عندنا في البلد، البيوت عندنا في البلد كانت، معرفش والله اعلم بالعشر سنين دي بقى حصل ايه، بس هم كل اللي بيكلمني بيقول لي الدنيا اتغيرت. يعني البيوت كانت مفتوحه، ف سلام عليكم اتفضل اشرب شاي، دي يعني ايه، دي الجمله اللي هي يعني اي كلام، اتفضل اتعشى، دي لازم يبقى فيه عشاء بس على الاقل اشرب شاي. فانت يعني انا بفتكر كثير من البيوت عندنا بيعمل مثلا 20 مره شاي في اليوم عشان في ضيوف لازم تشرب شاي. ده كده عايز ميزانيه، ده لو هيعمل كيلو سكر في اليوم بس عايز 900 جنيه سكر في الشهر. قد قطعوا الاواصر بين الناس. ده انت كده عشان حد يجي لك البيت وتعمل له كوبايه شاي تقول له بس يعني لازم تدي له محاضره طويله في اضرار السكر ولازم تشربه من غير سكر. وانا ادعو المصريين كلها ويا رب انا اعرف اعملها انه يشربوا الشاي من غير سكر. تعرف في الصعيده بيشربوا سكر زياده.